عن قرح القولون، ايه هي اسبابها واعراضها وايه هي طرق العلاج الجديده؟ ده هنعرفه من الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو، دكتور حسام الدين محمود، استشاري جراحات الجهاز الهضمي والمناظير. اهلا بك يا دكتور، شرفتنا. دكتور، يعني ما فيش حد في مصر ما بيعانيش من مشاكل القولون، بغض النظر انواع المشاكل او طبيعه ايه المشاكل. يا ريت حضرتك تعرف لنا ايه هو القولون وايه هي طبيعه عمله وايه علاقه القولون بالحاله النفسيه والعصبيه. تمام. القولون هو يعتبر يسمى الامعاء الغليظه. الامعاء الغليظه جهاز الهضم الكل بيبدا من البق، من الفم خالص لغايه منطقه الاخراج، وينقسم من موضوع الامتصاص بتاع الجسم عن طريق الامعاء وعن طريق الامعاء الدقيقه وعن طريق الامعاء الغليظه والمعده. بيبدا القولون من انتهاء الامعاء الدقيقه. الامعاء الدقيقه تنتهي ويبدا منطقه القولون. القولون ده اكبر، يعتبر من الامعاء الدقيقه، اوسع منه، ويعتبر موضوع الامتصاص بيبدا من منطقه الامعاء ويبدا موضوع القولون. القولون فيه اعصاب كتير، فبيتاثر دايما القولون بالحاله العصبيه. تلاقي مره مثلا مع الاستريس بيبدا القولون بيحصل العيان، ومع الضغط بتلاقي القولون برضه بيبدا يلتهب، وفي امراض كتيره بتيجي في القولون نتيجه التهاب القولون. التهاب القولون ده اسبابه كتيره جدا جدا يعني. بس هل فعلا اكترها يا دكتور الحاله العصبيه والنفسيه؟ عشان كده بنسمع دايما القولون العصبي. هو يعني ايه كلمه برضه القولون العصبي برضه؟ هي القصه كلها مع العصبيه ومع النرفزه بيحصل حاجه، الدم اللي واصل للقولون بيقل. فلما يجي يحصل طبعا لما يجي يحصل الانسان يتعصب بيحصل حاجه اسمها فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن يعني الدم اللي واصل لمنطقه القولون بيقل. طب ما يجي يقل الدم اللي واصل لمنطقه القولون بيحصل ايه؟ القولون من جوه مبطن بحته حاجه اسمها الميكوزا. الميكوزا ديت انعم طبقه ناعمه جدا عشان الاكل بيمر من عليها، فبيمر بطريقه سهله جدا وبيحصل عمليه الامتصاص. فالطبقه اللي هي مبطنه من القولون من جوه ديت، او ما يجي يحصل عصبيه او ما يبدا الانسان يتنرفز بيخرج هرمون اسمه هرمون الادرينالين. ايه هرمون الادرينالين دوت؟ ده هرمون بيخرج من الغده الكظريه، ده مسؤول عن تلاقي مثلا الضغط بتاع العين بيعلى، تلاقي بدا العيان مع النرفزه مع الكلام ده كله، فالدم بيقل اللي واصل ليه القولون. واما يجي الدم يقل واصل القولون تبقى الطبقه الرقيقه دي خالص من القولون، رقيقه جدا من القولون دي، تتاثر بالدم. يعني تتاثر الدم مش واصل لها، فتبدا يحصل لها تكرحات، تبدا الحته دي يحصل لها تكرحات. ليه؟ ان مفيش دم واصل لها. فهي ده بعد فتره طويله يا دكتور؟ بصي ولا بتختلف من حاله لحاله؟ هقول لحضرتك حاجه، طبعا احنا هنتكلم على القرح، نتكلم على القرح من المعده لغايه القولون من تحت. القرحه اما بتيجي تحصل يعني في بنات من اول مره، اول ما تيجي دايما مكمن في الفيميل اكتر من الرجاله. اما تيجي دايما يحصل نرفزه تلاقي مثلا في اول اتاك تجي لها تحصل ان هي تجي لها بقيء دموي، ترجع فعلاً وترجع أول دم أول او تلاقي البراز في دم. طب ايه السبب القصه دي؟ ان الطبقه اللي ربنا خالقها سبحانه وتعالى في المعده اللي هي اسمها الميكوزا الجيليار، طبقه مبطنه بطان المعده فوق المعده كده مبطناها من جوه، دي مفصوله عن الاسيد الحمض اللي بيخرجه المعده عن طبقات الابيثيليوم اللي الغدد الموجوده فين؟ في المعده. فتبدا الطبقه دي تاكل مع النرفزه نتيجه الدم اللي واصل لها بيقل، فيحصل فيها تكرحات، او ما يحصل تكرحات بتبدا تنزل نقط دم. فتجمع دم فيبدا يجي اول اعراض تظهر، تيجي مثلا بقيء دموي. اول ممكن تيجي تظهر مثلا في بدايه ما يحصلش الكلام ده كله، يحصل الم مع النرفزه في المعده، تلاقي المعده مش قادر تستحمل الوجع بيجي في ام المعده. ده بدايه ايه الاصابه بيه؟ التكرحات اللي تيجي في بدايه من المعده لغايه القولون مع الاستريس مع العصبيه. الالم ده يا دكتور بيبقى نتيجه العصبيه او النرفزه او التوتر او الحاله النفسيه عموما، الالم ده بس بيبقى نتيجه قرحه ولا ممكن يبقى ليه اسباب اخرى؟ اللي معايا حسب برضه يعني. هو مثلا انت ده اتنرفزت، العصبيه موجوده، العصبيه خلاص موجوده، الاعصاب اللي اثرت على المعده هي اللي عملت القصه دي، لان الدم قل، وما الدم بيقل بيحصل تكرحات، فبيكون الم جامد في ام المعده. يعني في سبب واضح للالم الموجود في ام المعده مع العصبيه. خروج هرمون ادرينالين بيأثر على الدوره الدمويه، الدوره الدمويه تأثر على الطبقه الميكوزا، يحصل موضوع الالم الموجود في ام المعده. ده سيناريو معروف في كل الموضوع الامراض القولون كلها والجهاز الهضمي بسبب العصبيه. اكتر المشاكل منتشره. طيب من الحاله النفسيه حضرتك قلت دي من ضمن الاسباب اللي ممكن تؤدي للقرحه، هل في اي اسباب اخرى ممكن تؤدي للقرحه؟ اسباب كتير جدا. هي نفس دكتور القرحه سواء الموجوده في المعده او القولون بتبقى اسبابها واحده ولا اسبابها مختلفه؟ ولا حسب مكان القرحه فين بتبقى سببها مختلف؟ لا، هو اسباب الموضوع الحاجات تيجي في المعده واللي بتيجي في الامعاء الدقيقه واللي بتيجي في الامعاء الغليظه، في اسباب موجوده في كلهم بتيجي مع بعضها كلهم، او في اسباب بتيجي
في القولون بس او بتيجي في الامعاء الدقيقه بس او بتيجي في المعده بس. لو جينا الاسباب، اكتر اسباب شائعه كلها موجوده في الجهاز الهضمي من المعده، بيبدا اول حاجه الفات، الدهون. اكل كميه من الدهون كتيره قوي 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 دي ممكن تعمل تقرحات من اول من المعده لغايه القولون. اتنين، معظم الناس بتاخد دانسترويدا اللي هي حاجات اللي فيها مسكنات كتير. المسكنات الكتير دي برضو تعمل قرح، وتيجي تعمل قرح في القولون والامعاء الدقيقه والمعده. يعني متخيله المسكنات مدى تاثيرها طبعا. ومتاثرش بس تاثر كمان على الكلى المسكنات. معظم الناس بتشتكي من الام العظم والام الموجوده في الجسم والروماتويد والكلام ده كله، ياخد مسكنات، ولا تاخد مسكنات مثلا بطريقه معروفه، لا ده ياخد مسكنات بطريقه كتيره جدا. يعني ممكن ياخد المريض ياخد 3 4 اقراص في اليوم من المسكنات على فتره طويله، يعمل قرح في الجهاز الهضمي كله. دي برضو من احد الاسباب. برضو طبيعه الاكل، معظم الاكل السبايسي دوت كله بيأثر برضه على طبقه الميكوزا الموجوده في المعده والموجوده في القولون، برضه بيحصل تآكل ليها، وتبقى برضه بتحصل موضوع تقرحات موجوده في المعده والقولون. غير كده كمان السجاير، السجاير السجاير يعني برضه يعني من الحاجات اللي بتعمل قرح واضحه جدا. يعني تلاقي العيان تلاقي مريض يصحى من النوم يشرب سيجاره، يشتكي بالام طول اليوم في بطنه. الام بطنه ديت كل ما نيجي نعمل له منظار نلاقي بدايه قرح موجوده في القولون. طب جات منين القرح دي؟ ايه طبيعتك؟ مفيش غير شرب سجاير على بدري دايما او في اي وقت في اليوم، بس اكثرتها ان هم بيصحوا الصبح بيجي يشربوا سجاير، فيبدا الطبقه التئاكه بتاعت الميكوزا، وتبدا تظهر برضه موضوع التقرحات برضه موجوده في القولون. والتقرحات دي يا دكتور او القرح دي بيبقى ليها درجات او انواع مختلفه؟ ليها انواع. في درجات للقرحه، ممكن تكون القرحه تيجي في بدايه ان بيجي طبقه بس سطحيه بتاعت القرحه بيحصل فيها تاكل، وده حظ المريض حلو ان ممكن يلحقه. يعني ممكن يلحق بالعلاج، بناخد حاجات فيها زي حاجه اسمها بروتون بامب انهبيتورز، دي ماده بتحمي المعده وبتحمي القولون من الاحماض، ودي ساعتها بتبطن جدار القولون. مجرد ان هي بتبطن الجدار يا دكتور، لكن مش بتعيد بناء الجدار مره ثانيه؟ ما هي بتعيد بناء الجدار، الميكوزا بتيجي بس احنا يعني ندي الدواء ده وفي نفس الوقت ما تجيش انت تاكل. طبعا اكيد لازم يبتعد بقى عن كل السلوكيات الخاطئه اللي هو ادت للمشكله طبعا. اللايف ستايل بتاعك، طريقه اكلك، طريقه شربك، معظم المواد الغازيه تعمل قرح في القولون، معظم السجاير، الكحوليات طبعا، المسكنات تعمل قرح. انا اجازي العيان يعني هاجازي العيان حاجه علاج مثلا، اقول له خد دوت ده بروتين بامب انهبيتورز يحمي لك المعده من التقرحات، وفي نفس الوقت يجي المريض ياخد نفس الحاجه اللي بياخدها. طب ما القصه كده مش هيتعالج طبعا. وكويس قوي انك سالت السؤال بتاع موضوع الدرجات ده. الدرجه الاولانيه ان المريض لو جات القرحه درجه اولى، يعني بدات الطبقه بس بتاعت الميكوزا بس هي اللي متشاله، ممكن يتلحق. ده بعكس ده هنا في مصر بالذات عندنا بيجي المريض مش بيجي بدايه قرحه كده، يعني على طول بيروح يصلي ياخد زنتاك وخلاص ودواء خلاص ياخده وانتهت القصه على كده. اما بيجي لنا المريض في المستشفى بيجي لنا بحاجه اسمها اكيوت ابدومينال بين، الم شديد في البطن. طب الم شديد في البطن ده بنيجي نعمل له اشعه نلاقي ان في ثقب، خلاص اصبح ان في ثقب موجود فين؟ في الامعاء، او بيوجود موجود في المعده. ده الثقب ده نتيجه تاكل بقى، التاكل تمام طبعا. تاكل يعني بيبقى خرم موجود فعلا في المعده، خرم كبير. يعني احنا جالنا عيان من يومين جالنا بالم جامد في البطن، عملنا له اشعاعات وجد ان في خرم في المعده فعلا، خرم كبير. طبعا ده ما ينفعش فيه يبدا علاج، ده خش جراحه على طول. فدخلناه جراحه، بس القصه كلها ان بيجوش بدري. يعني مين العيان اللي بيجي بدري؟ مفيش حد بيجي بدري، كله بيعتمد على المسكنات او ان هي اي ادويه من الصيدليه وخلاص، ان هي تقدر تخفف شويه الالام اللي عنده وخلاص. بس برضو انا برضو بقول برضو الدكاتره زمايلنا اللي بيكتب مسكنات لاي مريض لازم يديله حاجه في روشته تحمي جدار المعده او تحمي جدار الامعاء من التاكل من المسكن اللي بياخده. لان معظم في عيين اورام في عيين طبعا الام قويه جدا يكون برضو، فلازم ناخد حاجه بروتون بامب انهبيتورز او ياخد اتش تو بلوكر بيحمي التاكل بتاع الميكوزا الموجوده في المعده الموجوده في القولون. لازم يعني ده لو هو المريض مش عارف يبقى الدكتور على الاقل هو بيكتب له شته، طالما كتب له مسكن قوي المفروض يكتب له حاجه تحمي جدار المعده من التاكل من الادويه اللي بياخدها المريض. يعني بعد التاكل يا دكتور بيحصل الدرجه اللي بعد كده ان هي بيحصل خرم في المعده، ده بعد التاكل. بعد كده بتبقى مضاعفاتها ايه؟ قدر الله انت خلاص فتحت الامعاء، فتحتها في البطن. يعني معظم محتويات الامعاء بتبقى عايمه في البطن. بيحصل حاجه اسمها بريتونايتس، التهاب في الغشاء البريتوني في البطن،
وتسمم في الدم وقصه كبيره يعني لا قدر الله ممكن ما يعديش منها. يعني دي بتيجي في حالات يعني خلاص يعني اصبح طبعا. كل حاجه الاكل اللي بياكله بينزل في الامعاء عالي في البطن فعالي في البطن ده خلاص اصبحت داخل في مرحله تسمم. فطبعا يعني المفروض يتلحق يعني يتلحق بدري يخش عمليات ونقدر نحاول القصه دي. ولكن للاسف ما بقول لك احنا بنيجي متاخرين ده حتى ممكن عيان يكون عنده صب والاكل عايم في بطنه وممكن يفضل 3 4 ايام في البيت ما يجيش يعني من اللي هو ايه يروح للدكتور الدكتور يشوف على بطنه يديله مسكن او يديله حاجه. طب يا جماعه برضو احنا في خد الهيستوري من عيان انت ايه مشكلتك يعني ايه مشكلتك الالم ده جالك ازاي يبدا يقول لك يا دكتور انا كنت باخد مسكنات بقالي فتره كتير كويس جدا يا دكتور بشرب كحوليات معظم الناس بتشرب كحوليات برضو الكحول انتيك ده مشكله برضو بيعمل قرح طبعا. فنشوف برضو نسمع التاريخ المرضي بتاع المريض ساعتها نقدر نشخص المريض دوت ايه اللي وصل له الكلام ده او الدكتوره ما يجي المريض يقول له دكتور انا بشتكي من الم باستمرار في المعده او بشتكي بالم في استمرار في القولون او ان اثناء الاخراج بيكون في دم نازل في البراز. بس دي تبقى مراحل متقدمه شويه يا دكتور حتى لو الناس اللي هي ممكن ترجع دم تبقى مرحله متقدمه بالنسبه للقرحه. مش شرط برضه مش شرط يعني مش شرط دي تكون مراحل متقدمه بالعكس ده ممكن تكون اول اتاك فيرست اتاك يعني اول حاله تيجي لها. بقول لك معظم يعني الناس اللي بتيجي هما دايما بتيجي في يونج ايدج من سن 15 لسن 30 سنه ده كومن في السن دوت. ليه هل بيتعرضوا عشان الحاله النفسيه او التوتر العصبي يبقى كتير ولا بتبقى ايه السبب؟ السن ده بالذات طبيعه الاكل بتاعتهم كلها سبايسي وكل اكل من الشارع وكله ده حقيقي صح. يعني برضه حتى الاكل من الشارع ده بيعمل حاجه اسمها اميبيك ألسر اميبا يعني بتخش بتعمل قرح برضه موجوده في القولون يعني الاميبا اللي الناس اللي بتيجي بتبقى موجوده من اكل الشارع من اكل الشارع فتخيل الاميبا بتخش ده حاجه من انواع البارازايت انفكشن تخش تقعد تاكل في جدار المكوزه ويا ريت بس يعني تاكلها بس لا ده تعشش جوه كمان ويحصل تكاثر الاميبا جوه وتبقى تنتجه من الامعاء تخش الامعاء الدوره الدمويه على الكبد وتعمل ساعتها فضلات خراج في الكبد او حاجه بسبب الاكل بتاع الشارع. شوف طبيعه الاكل عملت ايه يعني السبايسي الحاجات كلها اللي فيها سبايسي وكلها طريقه الاكل السريعه دي عامل تقرحات في القولون والمعده. الاكل في الشارع عمل اميبا وعمل حاجه اسمها بروستيك انفكشن دخل في الدوره الدمويه وعمل برضه تقرحات في القولون. يبقى طريقه الاكل بتاعت الناس هم السن الصغير ده بالذات واستعملهم مسكنات كتير معظم والاورال كونتراسيبتيف بيلز معظم الادويه برضه بتاعت منع الحمل بتعمل برضه تقرحات يعني سوء تامين هي بتعمل تقرحات برضه في القولون وفي المعده. يعني حتى لما بتيجي الفيميل تيجي تاخد ادويه مثلا بتاعت منع الحمل تحس بالام في فم يعني بعد ينفع نسبه الحمايه في الحاله دي لازم تاخد ادويه بقى تحمي معدتها طول بامب انهيبيتورز لازم تاخده في الروشته تتكتب لها كده اهو ده لازم يتاخد في الروشته عشان ده وقايه لما تيجي تاخده بيبقى كده احنا مدين الى حد حمايه بس برضه في نفس الوقت ان ما تستعملوش يعني فتره طبعًا طويله طبعًا. يعني حتى ده يعمل تشينج نغير المسكن تاخد ايه كذا لا نغير على كذا حاجه تكون السايد افكت بتاعتها على المعده او على القولون بتكون خفيفه شويه مش حاجه ده في قرص بيتاخد بينزل يعمل مشكله في ساعتها في المعده. فده طبعا طبيعه استعمال المسكنات وطريقه الاكل ده بتعمل طبعا قرح كبيره في المعده. الاعراض بالنسبه لاعراض القرحه يا دكتور اعراض القرحه برضو بتختلف حسب درجه القرحه نفسها تمام. لو مرحله متاخره قوي العين بيجي في شكل مختلف تماما بيجي طبعا الام حاد في البطن ما بيستجيبش لاي ادويه علاج بالفحوصات ممكن يلاقي ان خلاص حصل خرم في الامعاء وبالتالي الصب اللي موجود دوت محتاج يدخله جراحه. العيان لو جاي لسه في بدايه الشكوى بيجي بالم في فم المعده بيجي بحرقان في الصدر يقول لك انا حاسس ان في حموضه حموضه بيقول لك ان بيشتكي من حرقان او حموضه في صدري بيجي بمغص بيجي ان ممكن البراز يبقى في نازل فيه نقط دم ممكن ما يكونش فيه نازل دم في البراز مغص في البطن نفسها ولا في المعده او في فم المعده على حسب مكان القرحه حسب مكان القرحه سؤال برضو جميل على حسب مكان القرحه فين مكانها فين هل هي موجوده في الاستومك في المعده ولا هي داخله على الديودينم موجوده في الاثنى عشر ولا خلاص نزلت في القولون كل ده بيختلف. لو نزل في القولون بيجي الام تحت في البطن من تحت الام وغالبا بيكون نازل مع اثناء الاخراج بينزل الدم في البراز او بيجي مغص دايما مستمر ويحصل ترجيع وتلاقي العيان بدا وزنه يخس وتعمل له تحاليل دم تلاقي بدا يظهر انيميا في الدم تعمل تحليل براز تلاقي البراز في دم اذا اصبح ان في حاجه بتقوس جوه علامات معينه طبعا بتؤدي ان وجود قرحه طبعا نعمل كولونوسكوب غير الابر جي اي هو المنظار العلوي نعمل منظار سفلي منظار سفلي ساعتها يبين لنا ايه موضوع بس طبعا احنا لازم نعمل منظار لان اعراض القرح
تشبه الى حد ما اعراض كانسر كولون. فلازم نبدا نعمل المنظار دوت مع بدايه ظهور الاعراض دي. عيان ريسكي، عيان كبير في السن، نفكر اعطوني بس المنظار. انت امتى نفكر نعمل منظار يا دكتور؟ هل ان احنا نديه علاج الاول، لو ما فيش نتيجه للعلاج بالتالي نلجا الخطوه اللي بعديها ان احنا نعمل منظار؟ في الاول خالص يا عيان وما استجابش للعلاج منظار، بعد كده نعمل منظار. يعني دي بعد فتره قد ايه يعني ما العلاج بتبقى مدته قد ايه؟ العلاج الكورس بتاعه اسبوعين. اسبوعين بعد اسبوعين لو ما استجابش للعلاج ندخله منظار. يعني ماشي على علاج وعلاج كويس ومتابعه وتجنب الاكل اللي هو بياكله، اذا احنا نقدر نشوف بقى ساعتها ما فيش استجابه. اذا الموضوع اصبح ان في قرحه متقدمه نعمل منظار، ناخد من نيجي نعمل منظار ناخد بايوبسي، ناخد عينه من القرحه دي عشان الفرق دي، هل دي بناين، هل دي حاجه رحيمه ولا دي حاجه مش كويسه القرحه الموجوده دي، حاجه مالجنت. فطبعا لازم ناخد نعمل منظار وناخد منه عينه وساعتها نتحلل وساعتها ندي العلاج الصح للمريض. وقبل المنظار يا دكتور، يعني احنا دايما بنسمع ان في تطور كبير جدا في المناظير واستخدام المناظير، قبل المنظار برضو في احتياطات معينه لازم المريض يلجا ليها؟ المنظار بيبقى بينج ولا بتبقى طبيعته ايه؟ هو طبعا المنظار اذا كان منظار علوي او منظار سفلي بيبقى لازم بيكون بينج. هو المنظار ما بياخدش اساسا اكتر من 10 دقائق بالظبط، فبيتاخد بينج، بيتاخد اي حاجه من انواع البينج، بيتاخد بريفان او دورم كام، وبيجي عيان ينام، وبعد ما عيان بينام بنخش نعمل له المنظار وناخد بايوبسي من المنظار. اصل المنظار ده حاجه تشخيصيه وفي نفس الوقت علاجيه، فانت بتاخد وقت صغير ان انت بتخش بمنظار في انبوبه طويله وتقدر تشوف ايه الموجود داخل بكاميرا، الكاميرا بتبين لك ايه الموجود. دي ده قرحه، دي موجود اصبح ان في ثقب، اصبح ان في قدر الله ورم موجود. فالتشخيص بمنظار ما بيخش اكتر من 10 دقايق ربع ساعه. بس لو حتى يعني المنظار ده هتستخدمه في وقتها لعلاج المشكله نفسها، حسب المشكله يا دكتور ان احنا نقدر نستخدم في وقت المنظار نفسه، ولا ممكن نعمل منظار وبعد كده نكتشف ان في مشكله لا لازم نعالجها بجلسه اخرى مع المنظار؟ لا، هو المنظار دخل، طالما دخل اول مره المنظار انشخصت عنده ايه طبعا. يا اما المنظار ساعتها اقول لك لا ده محتاج جراحه او محتاج ميديكال تريتمنت، ادويه هيمشي عليها العلاج. اما انا ما بدخلش منظار مرتين شخص، ما خلاص دخل اول مره، لو ما شخصوش بمنظار يبقى ساعتها ممكن يكون حاجه خارج جدار الامعاء، يعني حاجه من فوق مش من جوه. يعني انا بخش بمنظار من داخل القولون بمشي جواه، اما لو الجدار من بره في حاجه من فوق من بره، ساعات بنعمل حاجه اسمها لابروسكوب، ده منظار عن طريق البطن، ساعتها بنشخص بيه الامعاء من الخارج مش من الداخل. اما المنظار، هو المنظار اللي احنا بنعمله دوت الابر، المنظار العلوي او المنظار السفلي، بنخش نشوف ايه هو، نستكشف ايه اللي جوه داخل طبقات المعده، داخل طبقات الامعاء الدقيقه او داخل طبقات القولون، هنشوف ايه الموجود. هل موجود قرح؟ هل موجود في ثقب حصل خاص في القولون؟ وساعتها نبدا او نحوله جراحه او نحوله لميديكال تريتمنت، ادويه ومش عليها مسكنات. طب حضرتك قلت ان بتاخد عينه من القرحه دي، ومن خلال العينه دي بيتم تحليلها وتشوف دي خبيثه او حميده. لو العينه دي حميده بتبقى طرق علاجها ايه؟ ولو تبقى خبيثه طرق علاجها ايه؟ كويس جدا. هي طبعا في لو هي مش خبيثه يبقى العيان بياخد ميديكال تريتمنت، ادويه، ونشوف ايه السبب بتاع القرحه ده. والله لو سبب ان في زي ما بقول لك ان عيان ندور على الاسباب، الاسباب ساعتها نتجنب الاسباب دي وناخد نديله برضه الحاجات اللي فيها بتكون طبقه الميكوزا دي وادويه حمايه للقولون، ساعتها ان العيان بيرتاح. طيب بس في ادويه في امراض معينه في القولون ساعات بيكون علاجها يتطلب تدخل جراحي. في نوعين من القولون، حتى لو امراض حتى لو هي حميده تمام. ايه هما النوعين دول؟ حاجه اسمها ألسريتف كولايتس، قرح متعدده في القولون، او الكرونز ديزيز، ده برضه مرض بيجي برضه في الامعاء وبرضه بيجي في القولون. ده اما بيجي يحصل ان تلاقي القولون كله قرح قرح. طب علاجها ايه القرح دي؟ ما انت مش عارفه تعالجيها ازاي، ما هو طول ما بني ادم بياكل طول ما القرح دي موجوده. كمان بص، وصل لمرحله متاخره جدا، شوف جاي ازاي، جاي بقرح متعدده. اسباب الموضوع ان بيجي القولون كله في قرح ده، طبعا بتدور على الاسباب دي، حاجات اسبابها برضو مش معروفه لغايه دلوقتي، ولكن اجتهد العلماء قال لك لا ده في اول حاجه ممكن يكون مرض مناعي. ازاي مرض مناعي؟ ان اساسا ربنا سبحانه وتعالى خلق القولون في بكتيريا عايشه جواه، البكتيريا عايشه القولون ديت الجهاز المناعي متعرف عليها، فبيجي يحصل اوفر اكتيفيشن للجهاز المناعي، اما يجي الاميون سيستم الجهاز المناعي ينشط اكتر، يبدا يهاجم الجهاز المناعي، يهاجم نفسه يهاجم الطبقات الموجوده فين؟ في القولون، ويحصل تقرحات.
ده بيجي في امراض دايما المريض اللي بيكون عنده امراض ما بيجي مرض ده عنده اللي هو مرض المناعه ده بتلاقي دايما جاي باعراض تانية غير الالم في البطن غير ان البراز يكون في دم غير القيء غير ان يكون وزنه خس بيجي ممكن يكون الم في المفاصل او احمرار في العين ده بسبب ان اصبح البوك ده مرض مناعي فاصبح ان الجهاز المناعي كله بيهاجم اي حاجه فين موجوده في جسمه فدي ادي حاجه الحاجه الثانيه ساعتها احنا مش هنقدر نعمل له علاج بس لو ساعات بناخد كورتيكوسترويد حاجات فيها الكورتيزون وحاجات بناخد حاجه اسمها اميونوميديوليتورز حاجات بتمشر بتقلل المناعه شويه ونبدا نشوف العيان يعني استجاب وما استجابش طب وما استجابش العيان لو ما استجابش العيان ساعتها بنضطر ان احنا نعمل حاجه اسمها اليو انال انستموز نشيل كل القولون ما خلاص اصبح ان القولون بلا فايده زي المصفى طب هل ده ليه مضاعفات بعد كده يا دكتور ان القولون ده بيتشال تمام هو طالما انت قللت معدل الامتصاص بتاع جسمك الامتصاص قل فاصبح العيان بيجي له دايما كده الدايريه باستمرار اسهال مستمر عنده ويبدا العيان بيخس وزنه بيقل ويبدا الفيتامينز والحاجات اللي فيها بتنزل مع السوائل طبعا بتنزل ويبدا الامتصاص بتاعه يقل خالص فيبدا احنا نعوض العيان بالادواء بالخاص في نال القولون وده كان لازم يتشال ساعتها طب في علاج ممكن يعالج ممكن هنستجيب ساعات بنعمل حاجه كويسه جدا نعمل ايه نريح القولون نريح القولون ازاي ناخد اخر حته نسيب القولون ونعمل حاجه اسمها اليوستومي اليوستومي يعني نطلع فتحه الاليوم حته من الامعاء الدقيقه بنطلعها على الجلد من بره ونريح القولون 3 اشهر نخليه يبدا التقرحات تهدى خالص فيه ونبدا نعيد تاني التوصيله مره ثانيه وبالتالي ما شيلش انا ايه القولون دي برضه طرق بس دي في مراحل متقدمه من تقرحات القولون دي مش حاجه خبيثه ولكن ممكن يقلب يا واحنا سيبناه ب حاجه خبيثه بنجنس فبالتالي احنا لازم ناخد عينه منه هي اكتر الاماكن يا دكتور ممكن لو هي قرح حميده ان هي تقلب لقرح خبيثه في القولون بس ولا ممكن في اي مكان في سواء في المعده او في الامعاء بص هو فكره كلمه الكانسر دي لها يعني ليه تعريف ايه هي القرحه وايه هو الكانسر الكانسر دوت ان القرحه ان في تاكل في الخلايا في الميكوزا الطبقه دي وبعد كده التاكل ده بيحصل نمو مره ثانيه للخلايا انت عارف ان في جسم الانسان اكتر من تريليون خليه بتموت يوميا تريليون خليه بتموت يوميا وبالتالي لازم يحصل تجديد لنفس الخلايا اللي بتموت دي بخلايا شبيهه ليها تماما في الشكل والوظيفه فتخيل انت ان الخلايا دي عشان يحصل تريليون خليه بتموت يوميا عشان يجي يحصل ان الخلايا تنمو بنفس الشكل ونفس الوظيفه لازم احنا نبقى فيه حاجه اسمها تطابق في الصفات اما يجي يحصل حاجه اسمها ديسبليزيا يعني ايه الخليه اللي بتنمو مكان الخليه اللي ماتت يحصل في تغير في شكلها تبدا ده ما يسمى بدايه حدوث السرطان دي بدايه ده بدايه تكوين السرطان بيبدا من هنا فاحنا دايما العيالين اللي عندهم قرح في القولون روتين كده لازم يجي لنا على الاقل خالص كل شهر كل سنه بناخد منه عينة. ونشوف الاخبار وصلت لغايه ايه وظهور بوادر الظهور ده ساعتها نبدا ندخل ساعتها مباشره او العيان ما بيستجيبش للعلاج ساعتها يبقى نبدا تدخل ونعمل قصه الجراحه دي فمعظم القرح بتقلب باورام بس امتى لو حصل خلل في تكوين الخليه الخليه ما اصبحتش نفس شكل الخليه اللي بغض النظر مكان القرحه ده فين ممكن ايه بغض النظر مكان القرحه فين لكن في اي مكان لكن لو القرحه دي اثبتت العينه ان هي ورم خبيث فبالتالي بيكون التدخل الجراحي ان احنا نتخلص من الجزء الموجود ده تمام. طبعا مباشره بنخش نشيل الجزء اللي فيه الحته اللي فيها ديت وناخد معاها حاجه اسمها سيفت مارجن حته ما فيش فيها الخلايا ديت ونبدا نبعتها ونبدا نحلل ونبدا ناخد ندي يعني يا اما كيمو يا اما راديو على حسب العيان ايه نوع الورم الموجود عنده والعلاج بيجيب نتيجه كويسه يا دكتور حتى لو تعرض لكيماوي او اشعاعي او بيبقى فيه ما نتيجه كويسه للعلاج على حسب الجراحه كم حسب الجراحه يعني دايما جراحات القولون دي بالذات لما تيجي تاخدي تشيل الورم يا اما تشيليه بسيفت مارجن كويس جدا وتشيل معظم الليمف نود الموجوده جوه كل الغدد الدمويه ده بيسبب مشاكل بعد كده ان احنا شلنا زياده حوالين الورم نفسه وده الطبيعي اللي بيحصل في اي ورم القولون بتاعك كم متر انت عندك امتار كتيره في القولون يعني مش والامعاء الدقيقه انت عندك كميه كبيره انت القولون كله هيبقى لو شلت هتشيلي قد ايه؟ يعني انت هتشيلي الجزء اللي فيه الورم مع حوالي مثلا 5 سم هنا او 5 سم هنا احنا بنقول 2 سم كمان فبتشيل 5 سم 5 القولون بالذات بيتمدد يعني بيحصل تمدد في القولون فالقولون مش لو شلت منه زي ما تشيلي اهم حاجه يكون معدل الصوت بتاعك مش هيقل برضه يعني مش هيقل ولكن لما تيجي تشيل كله هتفرق اما تيجي تشيل معظمه هتفرق اما انت بتشيل الحته اللي فيها
المالجنس الورم. دكتور حسام بشكرك لوجودك معنا وشرفتنا. الله يخليك. مشاهدينا اتمنى تكون الحلقه استفدتوا منها، استنونا كل يوم الساعه 2.